السلام عليكم. اليوم نعرفكم في الفندق الجديد تم افتتاحه في 2020، يعني هذه عامين سنوات، في مدينة الأهواط، ويعني من نوعية جيدة يعني بالنظر إلى التصميم تاعه الخارجي وكذلك الداخلي. قضية الخدمات، يعني من ناحية الخدمات احنا لا أهتم بهذاك الأمر، أنا ما يهمني هو الجانب العمراني، جانب الهندسي، ولهنا يعني قضية إدماج هذه البنايات في الوسط العمراني والتهيئة ما حول الفندق. وإن شاء الله يعني البنايات من هذا النوع ستساهم في خلق نسيج عمراني حضاري بالنسبة للمدن تاعنا. أترككم تتابعون بقية الفيديو. السلام عليكم.